الفيديو ديال اليوم غادي تكون خفيفه ظريفه. بغيت غير نجاوب فيها على واحد السؤال اللي كيجيني بزاف ديال المرات من عند تلاميذ والطلبه. واش غادي نقدر على انني في الاخر ديال العام ننجح ولا ما غاديش ننجح؟ انا جبت 7 جبت 9 في الجهوي، واش يمكن لي ننجح في الباك؟ انا في الدوره الاولى جبت 10 ولا جبت 11 ولا جبت 12، واش غادي ننجح في الدوره الثانيه؟ ولا اون جينيرال واحد اللي كيكون جالس مع راسو تيبدا تيسول وتيقول واش يمكن لي ننجح في داك الهدف اللي حطيت ولا لا. الا كنتي كتسنى الاجابه على هذا السؤال راه ما كاينش شي واحد يقدر يجاوب. كل شيء مرتبط بك انت وداك الشيء اللي غادي دير من دابا حتى الاخر ديال العام. هذاك الشيء اللي غادي دير هو اللي غيحدد في الاخر واش غتنجح ولا ما تنجحش. يعني ما يمكنش لك دابا تعرف واش انت غتنجح ولا ما تنجحش. راه تقدر تجي عندي وتسولني هذا السؤال ونقول لك مثلا شحال جبتي في الجهوي، تقول لي جبت 10. نقول لك شحال جبتي في الدوره الاولى، تقول لي جبت مثلا 14. غادي نفترضوا، غير غادي نفترضوا بانك راك جبتي في الدوره الثانيه 14 واخا هذه الحاجه باقا ما عندناش. دونك في الاخر يكون عندك في المعدل ديال المراقبه المستمره هو 14، غادي نزيدوه على 10 ديال الجهوي غادي تولي عندنا 12. دونك شحال باقي خاص باش الواحد ينجح ويجيب 10 في الباك ديالو؟ باقي خاصو يجيب 8 في الناسيونال. ولكن واش عندنا شي معطى بانك جبتي 14 في الدوره الثانيه؟ واش عندنا شي معطى بانك جبتي 8 في الناسيونال؟ واش كاين الامكانيه ديال انك تنجح؟ كاينه، ولكن واش غتنجح ولا ما غتنجحش حنا ما عارفينش. لي زاكسيون اللي غادي دير من دابا حتى الاخر ديال العام هما اللي غيحددوا واش انت غادي تنجح ولا ما غاديش تنجح. تفوكاليز على البروسيس، تفوكاليز على اشنو خاصك دير، وملي تلقى هذاك الشيء اللي خاصك دير ديك الساعه ركز فيه، حيت هذاك هو اللي في الاخر يخليك لانك تنجح ولا ما تنجحش. وكيجيني انا بلاصه ما طرح هذا السؤال، هذا طرح واحد السؤال اخر اللي غيعاونك باش انك تزيد لقدام، ما يخليكش بلاصه. ما هذا السؤال هذا راه ما كايناش الاجابه ديالو، واخا تبقى تصور راسك من هنا حتى الاخر ديال العام ما غتلقاهاش. دونك السؤال اللي خاصك تطرح هو كيفاش يمكن لي ننجح؟ شنو هما لي زاكسيون اللي خصني ندير؟ شنو خصني ندير في اليوميات ديالي باش في الاخر ديال العام ننجح؟ هذا واحد السؤال اللي بعقله، هذا واحد السؤال اللي كاينه الاجابه ديالو. يعني تقدر تدخل مثلا جوجل ولا مثلا في يوتيوب وتقلب على كيفاش يمكن لي ننجح. هنا غادي تلقى بزاف ديال لي زوتي، غتلقى بزاف ديال لي زانفو، غتلقى بزاف ديال الحاجات اللي غيعاونوك، ولكن هادشي كامل غيخليك على انك غادي تشتت، ما غتعرفش شنو الطريق غادي تشد. واش غنتبع مع الاستاذ ولا غنتبع مع الاستاذ؟ واش غنتبع مع الكوتش؟ واش غنتبع مع هاد الشخص؟ وغادي تدوخ. نقدر في هذا الفيديو نبسط ليك الطريق، ولكن راه ماشي كلشي، يعني خاصك مازال تمشي تقلب. وبالنسبه ليا الجواب على هذا السؤال ديال كيفاش غادي ننجح، اول حاجه هي تحط الهدف ديالك. شنو هو الهدف ديالي؟ واش غير ننجح في الباك؟ واش باغي نجيب غير 10 في الباك بوحده ولا لا؟ انا ما باغيش نجيب غير 10، انا باغي نجيب 14 ولا 15 في الباك. هذه هي النقطه، هذا هو الهدف ديالي. اول حاجه هي نحط الهدف ويكون واضح وباين، وحتى هذا الهدف هذا يكون واقعي، ماشي الواحد جايب 5 في الجهوي وكتسنى على انه يجيب 18 في المعدل العام ديال الباك. راه الا درنا غير واحد الحساب بسيط، 5 في الجهوي نفترضوا بلي هذا الشخص جاب 20 في المراقبه المستمره، واخا ما يمكنش. دونك 20 غنزيدوا على 5 غتعطينا 25، غادي نقسموا على 2 غادي تعطينا 12 ونص. غادي نشدوا الناسيونال وغنقول هذا الشخص جاب فيه 20 عاوتاني، دونك 20 غادي نزيدوا على 12 ونص غادي تعطينا 32 ونص، غادي نقسموها على 2 غادي تعطينا تقريبا 15. دونك الفات ديال انني نجيب 5 في الجهه وكنتسنى على انني نجيب 18 في الباك راه ما يمكنش، امبوسيبل امبوسيبل، راه ما يمكنش امبوسيبل. دونك حتى الهدف ديالي يكون واقعي، شي حاجه اللي انا قادر على انني نوصل ليها. ثاني حاجه من مورا ما نحدد الهدف ديالي خاصني نحدد شنو هما لي زاكسيون اللي غادي ندير. كاينين بزاف ديال لي زاكسيون، ولكن هاد لي زاكسيون كاملين ما ندخلش معاك في الديتاي ديالهم، مي غنعطيك واحد العاده اللي خاصك تستمر فيها من دابا حتى الاخر ديال العام، وهي تخصص ما بين ساعه حتى لساعتين ديال المراجعه كل نهار. تقدر دير بزاف ديال الحاجات في النهار ديالك، ولكن ساعة حتى لساعتين في النهار ديال المراجعة ما خاصكش تزقلها، خاصها دير. وفي الويكاند تقدر تستغل اكثر، يعني بلاصه ما ساعتين بويسكو كاين الوقت طويل تقدر دير حتى 4 ديال الساعات. هذه هي العاده اللي خاصك تانستال. دابا انا ما ندخلش في الطريقه ديال المراجعه وكيفاش غتراجع حيت كاين بزاف ديال لي ميثود، مي غير شنو هي الحاجه اللي غتضمن لك بواحد البورسنتاج كبير بانك غادي تجيب واحد النقطه مزيانه وغتنجح، هي انك تانستالي هذه العاده. كاين بزاف ديال الطرق باش انك تستمر في هذه العاده، وقلب عليها. راه غير في هذه لاشين يوتيوب راه كاين بزاف بزاف ديال الفيديوهات اللي كنهضر فيهم على كيفاش الواحد يقدر يكتسب واحد العاده، وسيرتو ديال المراجعه ديال القرايه. وبالنسبه لي انا فاش يكون الامتحان مازال بعيد واحد شويه، الواحد يركز على انه يفهم الدروس مزيان ويهضمهم ويخدم شويه ديال التمارين، وملي كيبدا يقرب الامتحان هنا كنبداو نخدموا الامتحانات، كنبداو نترينيو على بزاف ديال التمارين اللي كيتعاودوا وكيتحطوا في الامتحانات. درس بوحدو ما كافيش، ضروري خاصك تعلم كيفاش تجاوب على الاسئله اللي كاينين في الامتحان. هذا الشيء اللي يخليك على انك تجيب واحد النقطه اللي مزيانه. اخر حاجه غادي نختم بها هي انك دير واحد لو سويفي، انك دير واحد التتبع. راه ماشي صافي غير ندير ساعه كل نهار ولا ساعتين ديال المراجعه راه صافي راني غادي ننجح، راه خصني ندير واحد التتبع. يعني مثلا من هنا واحد الشهر شحال
على منظر خصني نكون قريت في المادة مثلا ديال الرياضيات، في المادة ديال الفيزياء، في المادة مثلا ديال علوم الحياة والأرض. من مورا شهرين شحال ديال التمارين ولا شحال ديال الامتحانات خصني نكون خدمت، خاصنا ضروري واحد التتبع، حيت داك التتبع هو اللي غيضمن ليا واش أنا غادي مزيان في الطريق باش أنني نسالي الدروس ديالي كاملين ونفهمهم ونكون موجود باش ندوز الامتحانات. دونك هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، نتمنى أن يكون جاوبت على هذا السؤال. تهلا لي فراسك، تشوف فيديو جديد ان شاء الله.